النهارده الامر المعروض على مجلس الوزراء كان خاص بمذكره يعني تمهيدا لمذكره باتفاقيه لمنطقه اسمها نور، ونور دي بتقع في شمال سيناء البحريه، يعني في منطقه البحر الابيض المتوسط شمال سيناء في المياه الضحله حوالي 300 متر اعماق، وهذه المنطقه بتقع مساحتها حوالي 730 كيلومتر مربع، والمنطقه دي يعني هنشتغل فيها في اعمال بحث للمنتج يعني المواد الهيدروكربونيه سواء غاز او بترول، وتم الاتفاق فيها على مع شركه إيني وشركه ثروه. شركه ثروه هي شركه مملوكه للدوله 100%، وان شاء الله هيشتغلوا في هذه المنطقه لاعمال البحث والحفر، واللي الاعماق هتبقى في حدود 5900 متر عمق التراكيب الجيولوجيه اللي تحت سطح البحر. يعني المفروض ان هو يعني تركيب ضغوطه عاليه ودرجه حرارته عاليه، وان شاء الله يتم البدء في الحفر بمجرد ما مجلس النواب الموقر يستصدر القانون بهذه الاتفاقية إن شاء الله، ونتوقع ده في خلال الشهرين ثلاثة الجايين بإذن الله تعالى. ويعني إحنا زي ما بقول يعني التكثيف من عمليات التوقيع على اتفاقيات جديدة بتزود فرص الاكتشافات، ولما بنزود فرص الاكتشافات يبقى بنزود فرص يعني إيجاد مواد هيدروكربونية إذا كان غاز أو زيت خام، وبالتالي نقدر نزود الاحتياطي ونزود الانتاجنا المحلي، وده الحقيقة الهدف الأساسي إن إحنا ننمي ثروتنا القومية ونعتمد على مواردنا في الصناعة وفي القيمة المضافة، بحيث إن إحنا نقلل بقدر إمكان من الاستيراد إن شاء الله.